اهلا اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى هنعمل مهلبيه الجزر بالبرتقال. طعمها حلو جدا ومفيده، وتنفع من تمام السادس بعد ما نكون جربنا كل نوع لوحده 3 ايام، وكمان هنضيف لها مكون هيخليها صحيه ومفيده اكتر. بس قبل ما نبدا، لايك وسبسكرايب وفعلوا زرار الجرس، ويلا نبدا بسم الله. الاول كده تعالوا اقول لكم على فوائد الجزر اللي هي كتير جدا ومش هيكفيها فيديو واحد، بس انا هقول لكم اهمها. أهمها أن الجزر بيتكون من مادة اسمها البيتا كاروتين. المادة دي بتتحول داخل الجسم لفيتامين ألف اللي بيساهم في نمو الشبكية والقرنية، وبيحسن من الرؤية، وكمان بيحمي من العمل الليلي. ده غير أن الجزر بيرفع جدا من المناعة وبيحسن من الهضم. أصلا هو سهل الهضم جدا وما بيسببش أي مشاكل في المعدة، بل على العكس هو بيفرز إنزيمات بتساعد على الهضم وبتحسن من هضم أي أكل تاني الطفل واكله، وبيعالج الحموضة. ده غير ان هو ملين طبيعي، على عكس ما الناس فاكرة ان الجزر بيعمل امساك، لان هو فيه كمية كبيرة من الالياف بتمتص المية وبتسهل عملية الاخراج، خصوصا الاطفال اللي من وقت للتاني بيبقى عندهم امساك. وبيتاخد كعلاج مساعد في حالات الاسهال بسبب طبعا كمية الالياف اللي بتمتص كميات كبيرة من المية، وبالتالي بتساعد في حمايته من الجفاف. ده غير ان هو فيه فيتامين ألف وجيم وب وكالسيوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم، يعني كل الفيتامينات والمعادن المهمة جدا للأطفال. وطبعا فوائد البرتقال للرضع هايلة جدا جدا. هو بيعالج عسر الهضم بسبب كمية الألياف اللي موجودة فيه، لأن في الفترة دي الجهاز الهضمي عندهم ما بيبقاش لسه بيعمل بكفاءة، فبالتالي البرتقال بسبب احتوائه على كمية الألياف بيساعد جدا في عملية الهضم ويحسن منها. ده غير ان الألياف برضو بتساعد ان الطفل يتخلص من الإمساك، وكمان بيقوي العظام وبيقلل من فرصة الإصابة بنزلات البرد بسبب احتوائه طبعا على كميات كبيرة من فيتامين سي. نيجي طبعا بقى للشوفان وفوائده الكتيرة جدا اللي انا متكلمة عنها في فيديوهات كتير، وده المكون اللي هنضيفه هيخلي المهلبية صحية جدا ومفيدة. هنجيب الجزر ونقطعه ونسلقه، بمجرد ما يطرى ناخده ونحطه في الكبة ونضربه كويس قوي قوي، يعني هنعمه ونخليه سايل جدا بالمية بتاعته. وبعد كده هنرجعه تاني في الحلة وهنضيف عليه الشوفان. الشوفان ده مش شوفان صحيح، ده دقيق شوفان. انا ضفت فنجان واحد صغير، ده فنجان قهوة، فهي حاجة صغيرة يعني ممكن دول معلقتين، فانا هضيفهم على البرتقال. ونفس الكمية بعد لما اقلب كويس قوي انا هضيف نفس الكمية اللي انا ضفتها من الشوفان مية علشان يستوي. ومش هنضيف البرتقال دلوقتي خالص، لان انا مش عايزة البرتقال يتعرض للحرارة من بدري ويفقد كل القيمة الغذائية اللي فيه. فاحنا هنقلب كويس قوي على النار ونسوي الشوفان في شوية المية اللي احنا حاطينهم، ده غير ان الجزر كان فيه كمان مية، فالشوفان هيستوي كويس جدا، وهو ما بياخدش وقت اصلا، وده كمان دقيق ومطحون، فالموضوع هيبقى سهل. بمجرد ما يتقل معانا بالشكل ده كده، يعني انتوا شايفين انا بحاول اوريكم بس السمك، يعني هو تقل معايا جدا. انا استبدلت النشا بالشوفان علشان يبقى صحي اكتر، لان الشوفان يعني اقصد النشا ساعات بيعمل امساك للاطفال. وهنضيف عليهم البرتقال، دي نص كوباية، عصير برتقالتين او ثلاثة هيعملك نص كوباية، ونقلب كويس جدا. ولو احنا حاسين ان هو سايل شوية نقدر نحطهم على النار وقت قليل جدا، لمجرد انه بس يمسك. تمام، احنا مش حابين نعرض البرتقال وقت طويل على النار، لان هو بيفقد كل فوائده لو فضل يتسخن كتير. وبقت كده المهلبية جاهزة معانا، نقدر نصبها في كوبايات او في البولات الصغيرة دي، ونحتفظ بيها في التلاجة من يومين لثلاثة. طعمها حلو جدا، وهتبقى يعني تنفع كوجبة فطار او وجبة عشاء او سناك كده في النص، فهي طعمها حلو جدا جدا والاطفال هتحبها. وجربوها وقولولي في الكومنت جربتوها وطعمها فعلا طلع حلو. انا عايزه اقول لكم اني انا كمان اكلت منها، طعمها حلو جدا ومفيده وفيها شوفان وهايله. تبقى وصفه النهارده خلصت، يا رب تكون عجبتكم واكون قدرت افيدكم. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا زرار الجرس وتوصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. لو عايزين اي وصفات تاني قولولي في الكومنت. باي باي.